طيب قلبي، ما تنسيش تحطوا لي لايك وكمان فعلوا زر السبسكرايب عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار وتبقوا ضمن عائلة يوميات اي اند ام مغتربة. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا من اخر فيديو نزل لكم على القناة. النهاردة هعمل معاكم وصفة سهلة وسريعة جدا، ما بتاخدش منك وقت طويل. هي كل الوقت اللي بتاخده في غسيل الدجاج والتحضيرات بس، غير كده الوصفة سهلة جدا وتنفع معاكي في عزاين، تنفع معاكي اذا الوقت معاكي ضيق. الوصفة هي عندي الفراخ، عندي غسلتها وتبلتها، غسلتها قصدي ونضفتها وعصرت عليها خل وليمون. البهارات اللي انا محتاجاها، محتاجه معلقه سناء وزعتر وفلفل حراق وبهارات مشكله واتنين هيل، معلش عشان كانت عندي العفريته جنب مني فخلطتهم، وتوم بودر وفلفل اسود وبهارات فراخ تاني، سناء زعتر فلفل حراق توم بودر فلفل اسود بهارات مشكله وحبيتين اتنين من الهيل. عايزه برضو الخضروات، حبيتين اتنين طماطم، بصلايه كبيره، فلفل بارد حبايه واحده مقطعاها، وقرن فلفل حراق، وثلاث فصوص ثوم، وعندي معلقتين اتنين صلصه والخل. كل اللي انا هعمله في الوصفه دي سهله جدا، محتاجين الخلاط. هنزل كل حاجه عندي كده في الخلاط، تمام كده اهو، والتوابل عندي اهي كمان، كله في الخلاط. دي التتبيله فهتبقى سريعه معاكي، مش هتاخد وقت، تمام كده. وهعبي دي ميه واحطها بس في الخلاط كده عشان الخلاط يلف معايا لفة، وهحط معلقة خل، هضرب بقى ده كله كده في الخلاط عندي. التتبيلة عندي جهزت اهي، هبدأ انزل فيها على طول في الصينية. خلاص كده شكرا. وهبدأ احط الفراخ. التتبيلة دي انا بعملها النهاردة وهبدأ بكرة ان شاء الله اسويها معاكم. انا بحب الدجاج يتبل جدا من اي تتبيلة، فبحب اعمله قبلها بيوم التلاجة، بغطي الصينية واسيبه في التلاجة يتبل. بحاول ادخل كده التتبيلة في كل مكان كده، وانتي بتشيليها من السطل اللي انتي بتغسليه حاولي هنعمل بكرة الوصفة دي معاكم، مع رز بشعرية عادي، وهحط جنبها سلطة وخلاص. بس حابة تحطي في الصينية دي بطاطس من تحت في التتبيلة دي براحتك جدا، بس انا قلت هخليها كده لاني زهقوا من صينية البطاطس اللي بنعملها. هنا كده يا حبايبي انا حطيت الدجاج على النار اهو، ثاني يوم اول ما جيت من اشغالي وخلصت كل اللي ورايا حطيته على النار، وهبدأ قطعت البصل وحطيته في حلة تانية عشان يبدأ ينشف المياه شوية اللي فيه. وبعد كده هبدأ اعمل معاكم رز بالعدس. الوصفة دي سريعة جدا ومبتاخدش وقت. انا الرز عندي اهو، اهو الرز اهو، هبدأ انزل عليه شوية من العدس واغسل الرز والعدس ده وانقعه مع بعض شوية لمدة يعني على ما البصل عندي تدبل
هبدأ دلوقتي انزل في البصلة قطعة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم مع بعض لحد ما تدبل معايا ويتغير لونها شوية. الدجاج انا ما غطيتهوش عشان لقيت فيه سوائل كتير، فقلت هخليه من الطماطم والبصل والبهارات اللي احنا حاطينها وكده، فقلت هخليه ينشف شوية المية اللي فيه، وبعد كده بقى ايه ابدأ اغطيه واخليه يكمل سوا. الزبدة اهي دابت، هبدأ بقى اقلبها وابدأ انزل ارش رشة ملح ورشة فلفل اسود وبهارات مشكلة على البصل زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا اول تقليبة بس بيتغير لونها بسرعة معاكي، يعني ما بتاخدش وقت كتير بالشكل ده كده. وكل شوية بقلبها، ادي رشة الملح، ما تزوديش في الملح عشان لسه هتحطي الرز، وبعد كده تدوقي اذا محتاجة ملح تاني ولا لا. والبهارات اهي، وبنقلب كل شوية كل شوية ايدك فيها عشان ما تتحرقش. انا بقى هبدأ اصفي الرز دلوقتي. كل ده على فكرة انا مسرعة لكم الفيديو عشان انا مهدية النار عشان الرز يلحق يتنقع على 5 دقايق. تمام كده خلاص، انا غسلت الرز مرتين ثلاثة، هبدأ انزل بيه على البصل بالبهارات، وهنزل بيه المية عشان يبدأ ياخد معايا غلوة ويبدأ يتشرب. كمان شايفين الدجاج عندي بدأت المية بتاعته تقل، هسيبه خالص دلوقتي لحد ما تقل كمان شوية. بمجرد ما تغلي الرز هبدأ اوطي على الدجاج برضو واغطي عليه، واخليهم بقى يستووا من الاتنين مع بعض. في نفس الوقت اكون انا بقى غسلت المواعين، شطبت المطبخ، جهزت سلطة، عملت حاجات تانية كتير. الوصفة دي سهلة جدا يا بنات، اذا بترجعي من الشغل تعبانة او كان اليوم ده عندك مشاوير او ما كانش فيه وقت خالص، فالوصفة سهلة، وخصوصا الرز بالعدس بيحب الشتاء جدا زي ما قلت لكم. انا مستنيها تغلي، فلميت المواعين وغسلتها ومسحت الترابيزة، اي حاجة بلاقيها قدامي هو بيخلص بخلصها في ساعتها، متنيش واقفة قدام الأكلة أخلصها. هنا أنا حطيت توم باودر وبصل، وهبدأ أقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده يا حبيبي، وهسيبها بقى لما تغلي أبدأ أوطي عليهم النار الاثنين. أنا هسيب لكم الصور الأخيرة للوصفة في نهاية الفيديو. الرز حسيت ان هو عايز كمان شوية مية، فهزوده مية اهو. لما تيجي تغطي بقى القصدير ده انتبهي انك تغطيه، شايفة بالطريقة اللي انا عملتها دي كده، ولما تيجي تفتحيه انتبهي كمان لما تيجي تفتحيه عشان ما تلسعيش نفسك. تمام، انا قلبت الرز اهو، حسيت ان هو عايز شوية مية صغيرين اهو، انا زودت ميه وكل شويه بقلبه وبشوفه. بس كده بيبدأ يتشرب، بهدي النار عليه، بسيبه يستوي براحته خالص على نار هاديه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه وتكون يعني خفيفه. برضو الفراخ لما بتخلص ممكن تحطي عليها فحماية فبتدي طعم مشوي. بس كده يا حبايبي، ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشيروا الفيديو عشان تشوفوا اكبر عدد ممكن، وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اشعار. باي باي.